السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مبروك، ألف مبروك. أول شيء الحفاظ على صدارة دوري المحترفين السعودي، مبروك على الفوز على الغريم التقليدي الأهلي، ومبروك على الرباعية التاريخية السابعة. طبعا مباراة كبيرة صراحة، يشكر عليها الفريقين، لكن جمالها في هذه الإثارة وهذه الندية وهذا الفوز. اليوم ودائما الاتحاد يؤكد أن لديه مدرب، ويؤكد أن عنده عناصر عندها قلب تتحمل المسؤولية. فوز ثمين جدا جدا، وصدارة ضغط زي ما يقولوا، صدارة ضغط بكل الظروف. فريق خط الظهر كله مفقود، عناصر غاية، يعني خط ظهر مفقود، لا حجازي لا هوساوي لا زياد، وغير غياب كراد، وغير رحيل الأحمدي وعبد الإله وسعود مع ذلك الاتحاد يواصل سلسلة انتصاراته بكل جدارة، وفي محافظة قوية في دوري قوي على صدارة الترتيب الدوري منذ استلم هذه الصدارة. يعني هذا شيء يحسب للمدرب، يحسب للاعبين، يحسب لإدارة النادي حقيقة. والله كمان في شيء مهم صراحة يحسب لها، إن هي كسبت الهدية المجانية في لاعب ساطي، لاعب هداف، لاعب قناص، لاعب خطير حقيقة، هذا لاعب ما حد يختلف عليه. طبعا عارفين معنا سجل هاتريك اليوم، شكرا لهم على هذه الهدية، ومبروك على هذه الصدارة، وإن شاء الله يحافظوا عليها. الجولة الجاية مهم، الفرصة للاتحاد دائما، وأنا أقول الميزة اللي في صدارة الاتحاد هو حفاظه على هذا الفارق النقطي، تقريبا وصل إلى 7 وممكن يصل إلى 19 الأسبوع القادم إذا فعلا استمر الفوز على ضمك، ويستغل أي نتيجة تكون ديربي الرياض اللي هو ما بين الهلال والنصر، والنصر والهلال تعادلوا وهو في صالحه، خسر هذا كسب هذا ايضا في صالحه، لانه يعزز الفارق بشكل كبير لصالح الاتحاد، او يثبت على هذا الفارق النقطي المهم جدا. هو هذا وسيلة الضغط التي يستخدمها الاتحاد خلاف اللعب في الملعب، اللي هو يشكلها كضغط عالي جدا على منافسي. مبروك الاتحادية، وانبسطوا ما شاء الله تبارك الله من أسبوع لأسبوع، والله يديم الأفراح ويتممها إن شاء الله ببطولة الدوري.